رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناه يوميات تمية في ايطاليا. اليوم غادي نحضروا كيك ديال عيد ميلاد اللي كيجي هش وكيجي رائع. بيضه واحده بدون خلاط كهربائي بدون فران. صراحه غادي تبهركم هذا الكيك هذا، صراحه جربوه وحكموا. مهم هنايا ندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. مقاديرها بساط بساط بزاف. مهم، مرحبا، ندوزو نتعرفوا على المقادير. هنايا عندي بيضه واحده، هنايا عندي رشه ملح، هنايا عندي واحد جوج معلقات كبار ديال الكاكاو، هنايا عندي الطحين، عندي واحد 250، جوج كيسان ونص ديال الدقيق الابيض، هنايا عندي فاني، هنايا عندي 15 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، هنايا عندي كاس ديال السكر ديال سنيده، هنايا عندي نص كاس ديال الزيت، وهنا عندي كاس ديال الحليب. ندوزو نتعرفوا على الطريقه. وعلى بركه الله هنا غادي ندوزو للطريقه. هنايا غادي ندير بيضه، غادي ندير هنايا واحد القبصه ديال الملح، وغادي ندير كاس ديال السنيده، وغادي ندير فانيا، وغادي نطرب مزيان بلا طراب كهربائي كيف ما قلت لكم. هاد الجينواز هذا ناجحه 100%، وكتذوب في الفم، كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف. صافي هنايا غادي نبقى نخلط 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 مزيان حتى كنحصل على واحد الخليط اللي غادي يكون بيض هكا بحال الثلج بحال هكا. هاد الخطوه هذه راه مهمه مهمه، تطربوا مزيان مزيان، تطربوا البيض وتطربوا السكر وفاني. صافي هنايا كنزيد كندير الزيت، كندير غير بشويه بشويه، وفي نفس الوقت كنطرب ما كنوقفش. صافي هنايا غادي نضيف الزيت، غادي نضيف عفوا الحليب، وغادي نضيف غير بشويه بشويه، وكنبقى نحرك باستمرار ما كنوقفش. صافي هنايا غادي نوضع الخليط في جنب، وغادي ندوز غادي ندير هاد الخميره ديال الحلوه، غادي نديرها في الطحين، وغادي ندير حتى هاد الكاكاو هذا، وغادي نخلط مزيان حتى كيتجمعوا ليا مزيان وكيتخلطوا مع بعضياتهم. الطريقه كتجيني ساهله، احسن من ندير نبقى ندير الطحين عاد ندير الكاكاو، كل حاجه كنديرها بوحدها. الطريقه كتجيني زوينه. صافي هنايا غادي نجيب هاد الصفايه هذه، وغادي نغربل، غادي ندير غير نص الكميه وغادي نغربل. المهم ها نتوما شفتوا كيفاش كيبقاو داك الكوريات ديال الكاكاو او ديال الطحين. وهاد الخطوه هذه راه مهمه، ضروري ضروري ما تغربلو هكا الطحين وتغربلو حتى الكاكاو باش هكا الجينواز تصدق لكم، يعني ما تكونش فيها حتى شي حاجه. وصافي هنا غادي نبقى نخلط، نبقى غاده مستمره حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كيكون هكا شويه مطلوق، ما كيكونش قاصح، شويه مطلوق. وصافي كان هذا هو الخليط اللي كنحصلوا عليه ديال الكيك. هنا جبت انا ثلاثه ديال الطاسات اللي غادي نخوي فيهم، كل وحده غادي نخوي فيها شويه ويكونوا كاملين هكا متساويين. كيف ما قلت لكم انا ما غاديش نطيب هذا الجينواز هذا في الفران، غادي نطيبه غير في المقله. المهم هانتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه، الطريقه راها ساهله واضحه، والكيك كيف ما قلت لكم راه كيجي هش وكيجي زوين بزاف، كيدوب في الفم. جربوا هالطريقه هذه راها ساهله. صافي هنايا غادي ندوز، غادي عندي هنايا مقله شعلت عليها، شعلت عليها على عافيه مهيله مهيله مهيله. بغيتو الجينواز طيب لكم زوينه ديروا العافيه مهيله بزاف. هنايا كنضيف واحد شويه ديال الزيت وكندهن هكا بهاد الشيته هذه. صافي وغادي نجيب الخليط ديال الجينواز وغادي نخوي، غادي نخوي هالطاسه هذه اللي جبت، غادي نخويها كامله. صافي وهنايا غادي نقاد هاد الخليط اللي عندي، نقادو مزيان بحال هكا في هاد المقله هذه، قادو مزيان باش ما تجيكمش هكا يعني جهه طالعه او جهه هابطه. وهنايا فواحد وهنايا واحد المعلومه، الا درتو المقله اللي غتكون شويه متوسطه غادي تعطيكم الجينواز متوسطه، عطاتكم
درتو صغيره غادي تجيكم هكا الجينواز شويه عاليه. صافي هنا غادي نسد عليها ونخليها حتى تطيب. وصافي هنايا بعد ما كنخلي الجينواز حتى كطيب مزيان، هنا الا بانت لكم الغلاقه ولات فيها الماء حيدوها ومسحوها هكا بشي زويف وحيدو باش هكا الماء باش ما يهبطش لينا في المقله ويفسد لينا الجينواز ديالنا. صافي هنايا شوفوا هنايا راها طابت، يعني مني كتشوف مني كتقيسوها هكا من الفوق كتلقاوها طابت ما لصقتش لكم في الدين، عرفوها راه طابت. صافي هنايا انا غادي نقلبها، غادي نحط التليفون وغادي نقلبها حيت هذا غير تليفون. شوفوا الحجم اللي قلت لكم، يعني درتو مقله يعني شويه متوسطه كتحصلوا على هذا الجينواز هذا بحال هكا، درتوها كبيره راه كتحصلوا على الجينواز اللي وصافي انا بعد ما ساليت الكميه اللي عندي الجينواز كنحصل عليها بحال هكا، كتكون رطبه كتكون هشيشه بزاف. ردوا بالكم ملي تكونوا هكا كتقلبوا، انا تلصقات لي غير واحد شويه ملي بغيت نقلبها، ولكن ماشي مشكل راه غادي نغطيها بالكريمه. ملي تبغاو تقلبوا حاولوا يعني غير بشويه طيبوها غير بشويه، راح يطلع هاد الجينواز هذه راه هشيشه بزاف. صافي انا بعد ما ساليت الجينواز ديالي غادي ندوز غادي نطرب الكريمه. انا كناخذ هاد الكريمه هذه السائله فيها السكر فيها كلشي، كنجيبها يعني جاهزه غير كنطربها وصافي. صافي هنايا غادي نطربها مزيان مزيان مزيان، المهم كيف ما شفتوا يعني تا كطربوا مزيان الكريمه. صافي هذا هو القوام ديال الكريمه ديالي بعد ما طربتها. صافي هنايا غادي ندوز غادي نحضر الكيك. وصافي بعد ما ساليت كلشي هنايا غادي نجيب هاد البلاطو هذا اللي غادي نحط فيه التورته ديالي. هنا عندي شويه ديال الحليب باش غادي نسقي الجينواز، وعندي هنايا واحد شويه ديال اللوز مهرمش، وعندي هنايا الكريمه اللي طربنا قبيله. صافي هنايا غادي ندوز غادي نسقي الجينواز بالحليب، وممكن نتوما ديروا اي سيرو اللي عندكم او ديروا الماء او السكر تخليهم حتى يغليو، ممكن ديروا اي حاجه اللي عندكم موفر عندكم في الدار، حتى الحليب انا كيجيني بصراحه زوين. صافي هنايا غادي نسقي الجينواز الاولى كيف ما شفتوا. وصافي هنايا بعد ما شربات غادي ندير واحد الكميه ديال الكريمه وغادي نسرحها بحال هكا، غادي نسرحها مزيان مزيان مزيان. وصافي هنايا غادي نجيب اللوز مهرمش غادي نديرو هكا من الفوق، كيعطيني بصراحه واحد القرمشه زوينه وواحد البنه في هكا في التورته ديالي كتجي رائعه ما نقولش لكم. المهم اختياري اللي بغى يديرو يديرو، واللي ما بغاش بلاش يكتفي بلاش يدير غير الكريمه. صافي هنايا غادي نبقى هكا غاده مستمره نجيب الجينواز ونسقيه وندير الكريمه وصافي نسرح مزيان بحال هكا، نسرح هاد الكريمه من الفوق نسرحها هكا تكون مقاده. صافي ونجيب اللوز مهرمش ومن هكا نديرو فوق الكريمه ونبقى غاده مستمره حتى كنسالي. وهنايا غادي ندوز غادي نعمرها هكا من الفوق، غادي نغطي الكيك ديالي او التورته غادي نغطيها هكا مزيان بالكريمه كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نعمرها حتى بالجوانب نعمر مزيان هكا باش ما تبقاش تبان ليا الجينواز، وغادي نبقى هكا غاده مستمره ميما نتوما. وانا من بعد مازال غادي نقاد هكا غادي نقادها باش تعطيني يعني وجه واحد. وهنايا جبت الشوكولاته درتو في حمام مريم. هنايا بالنسبه للتزيين كتزين كيبقى على حسب كل واحد. هنايا عندي الفريز وعندي هنايا هاد التوت الاحمر هذا وشويه ديال اللوز مهرمش اللي بقى ليا. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا هنا كنجيب الجناب ديال التورته وكنبقى هكا نخوي هاد الشوكولاته هذا باش يهبط ليا بحال هكا، انا بغيت هاد الشكل هكا يهبط ليا ميما نتوما الفيديو راه واضح ليكم، يعني هاد الشكل هذا كيعطي واحد المنظر زوين بزاف.
وصافي هنايا من فوق التورته انا كتبت بون كومبليانو جاده العيد ميلاد، كان عيد ميلاد ديال بنتي صافي، ودرت ليها التورته، ما بغيتش نتزاقل في عيد ميلاد ديالها، ما نديرش ليها حتى شي حاجه مولفه. كندير ليها عيد ميلاد، كندير ليها بوفيه هكا كبير، كيتجمعوا العائله كيتجمعوا كل شيء، ولكن سي دوماج ما يعني ما هاد حجر صحي، يعني حتى شي واحد ما كيجي عند شي واحد ممنوع، يعني نخرجوا او تمشي عند شي واحد ممنوع، واللي يجي عندك شي واحد صافي. درت ليها التورته واحتفلنا غير انا وباباها وخوها الصغير وصافي. وقلت ضروري من ندير ليها التورته وتا هي تفرح بعيد ميلاد ديالها، واخا هكا يعني دوزناه بسيط، يعني ما فيه حتى شي حاجه، ولكن الحمد لله على اي حال صافي. هنايا كيف ما قلت لكم يعني التزيين راه كيبقى لكم على حسب كل واحد وكيفاش كيبغي يتفنن، كيفاش كيبغي يبدع في التورته ديالو. صافي هنايا زينت غير بشويه ديال الفريز وشويه هاد التود المعسل وصافي، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالنا. وصافي كان هذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالنا بعد ما ساليتها. غادي ندخلها للثلاجه نخليها تبرد، ومن بعد غادي نجبدها ونقطعها. وهنايا كيف ما العاده لعجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك، ونتمنى هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه مع احبابكم مع اصحابكم مع عائلتكم هكا باش تكبر القناه وتزيد القدام. وهنا كنقول لكم باي باي عليكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله.